طيب أبو عبد الله، خليني أبدأ معك بهذا السؤال. يعني كثير أسئلة جتني من الجمهور ومهمة، بس في واحد كذا من الأسئلة كان ملفت. قل اللي قاعد يبلكنا زين، ترى لازم ينتبه لملاحظاتنا. بعدين استمر في رسالة مسلي المعمر يمشي ويبلك جمهور النصر، وش الرئيس يعني توك بادي لسه، ما بعد يعني مالك شهر ونص شهرين بلكت الجمهور؟ يا أخي أول شيء تحرر من أي معلومة تجيك، هذا أول حاجة. أنا لو أنا ما بلكت جماهير الأندية الأخرى علشان أبلك جمهور نادي النصر اللي هو رأس المال، هو المدرج العريض، هذا هو نادي النصر. يعني بدون الجمهور هذا وش قيمة نادي النصر، أو وش قيمة مسلي، أو وش قيمة أي لاعب في الفريق أو منتمي للفريق؟ بالعكس، يعني جمهور نادي النصر أنا أنظر له يعني هو رأس مال النادي. وخلونا نقيس، نتخيل النصر بدون هالجمهور وش نادي النصر. بالنسبة للتبليك، أنا أصلا من يمكن تعرفني يا أبو وجود، أنا أكثر واحد يتقبل الآراء. أنا أصلا في الأساس إعلامي ولازم أتقبل الآراء، ولا أتذكر أني يعني خلنا أقول لك في الفترة الأخيرة أحيانا يكون فيه مثلا خلنا أقول لك سب أو شتم أو مدري إيش أو كذا، لكن نادرا أني أبلك إلا مرة إذا حديت. في واحد بس أنا بلكته أعترف لك، وصديقي ترى، هو أجل هو اللي مرسل لي صديقي، وأنا أصدرت قرار انضباطي عليه 3 أيام وبرجعه، وأنتوا أطلعوا منها، أنا وجمهور النصر نتصافى بيننا، واسمه سعيد على فكرة هو المشجع هذا، هو صديقي وأنا بحل الموضوع معه. أما الباقيين ما مستحيل أبلك أي مشجع نصراوي، بالعكس أنا تهمني آراء جمهور النصر ومقترحاتهم، وأدري أنهم يعني يتحمسون من عشق ومن يعني فيهم يعني مثلا حرقة إذا ما حقق الفريق نتائج، عندهم غيرة على فريقهم. وفي يوم من الأيام ممكن أنا كنت واحد زيهم وممكن أشد بعد، وأيام ما كنت أكتب مقالات يعني كنا يعني أحيانا حتى على وقت الأمير عبد الرحمن سعود الله يرحمه كنا يعني ننتقد، وأحيانا يتضايق، وبعدين يعرف أن هدفنا أن المصلحة ومع رؤساء النصر الآخرين. بالعكس يعني ما أنا لا تسمع أنت للجمهور؟ الجمهور مهم جدا أنا بالنسبة لي، ولا من النوع اللي طيب أنتوا خلوكم في دوركم وإحنا نشوف شغلنا. شوف، أني أسمع من الجمهور ومن محبي النصر هذا واجب علي، سواء جمهور سواء أعضاء شرف سواء لاعبين، هذا حق لهم علي. لكن القرار في الأخير يعني يتخذ في النادي من إدارة النادي، وأنا المسؤول عنه في الأخير، أنا المسؤول عن القرار. لكن سماع الرأي هذا واجب علي. أنا أطلب من الأخوان، هذه معلومة يعني، الأخوان في المركز الإعلامي يوميا يعطوني تقرير عن التفاعل في حساب النادي في تويتر، يعطوني تقرير يومي عن ما يطرح في الإعلام. يعني أول ما أصحى أشوف التقرير هذا وأتابع وش انكتب. أي مشجع يمنشن حساب النادي وعنده وجهة نظر تجيني. على فكرة سوينا إيميل ممكن يعني خلال هاليومين يعلن عنه، اللي عنده مقترح عنده مبادرة. لأن أحيانا في عندك مشجعين أو جمهور عندهم ممكن أفكار خلاقة، ممكن يكون عندهم يعني بعضهم مبدع، بعضهم ممكن يا أخي محب يبغى يدعم بس ما لقى الطريق اللي وصلها للنادي، فلازم يكون في حلقة تسمع وصل. أنت يعني طبعا مش تأخذها وتتجاهل؟ لا لا، أنا أسمع الرأي طب، بس مو يعني ما أي رأي يجيني بطبقه. لا أنا ما أتكلم إيه؟ أكيد ما حتطبق إيه؟ الآراء، بس أنت هذه الآراء حقت الجمهور تطلع عليها، ولا المنشن ده ما تشوفه أصلا؟ لا لا، أنا أقول لك يوميا يجيني تقرير بما يعني بتفاعل جمهور النصر مع حساب النادي برأيهم. في حاجات قريتها مهمة؟ أنا أقول لك مثال. أنا المشكلة الفترة الأخيرة أنا صرت مشغول، دخولي على مثلا على تويتر يعني قليل مو بكثير، عشان كذا أنا طلبت من الزملاء هم اللي يعطوني التقرير. يمكن البعض مثلا يجيني في المنشن ولا أرد ولا يفكر إن مثلا أني قريتها. أنا ترى يعني صار دخولي نادر جدا. لما في شيء مفيد قريته؟ طبعا أكيد 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 يعني، وطبعا أكثر الآراء مثلا حول لاعبين وبعض المشجعين يعني ممكن يعطيك يطلع لك معلومات أنت مع العلم التقنيات تطورت، ويعني عندنا التقنيات اللي ممكن توصلنا لأي معلومة بالنسبة للاعبين وكذا، بس بعضهم ممكن يعطيك حاجة كانت غايبة عنك. وفي مقترحات يعني إن شاء الله نهاية الموسم نجلس وأقول لك وش الأفكار أو وش الإضافات اللي صارت في النادي من طرح الجمهور.